السلام عليكم، معكم دكتورة لميا اليندوزي، طبيبة عامة بمدينة الدار البيضاء. اليوم غادي ندويو على الأمراض ديال الغدة الدرقية والصيام في شهر رمضان. الغدة الدرقية هي واحد الغدة، اون غلوند على شكل فراشة، كاينة هنايا في أسفل العنق، والمهمة ديالها هي كتفرز لنا واحد الهرمونات كعندهم تأثير على الجسم كامل، وهي براسها تحت تأثير واحد الهرمون آخر جاي من الدماغ. الاضطرابات ديال الغدة الدرقية كاينين بزاف، اللي معروفين بزاف واللي كنطرقوا لهم هو الخمول في الغدة الدرقية، ولا النقص في الغدة الدرقية، اولا الفرط في النشاط ديال الغدة الدرقية، يعني ليبر اولا ليبو، كتخدم بزاف ولا كتخدم قليل. الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الغدة الدرقية بزاف تعبروا لا تي اس اش هي الهرمون المنبه ديال الغدة الدرقية، اللي بالدور ديالها هي اللي كتاثر على الافراز ديال الهرمونات تيغويديان T3 و T4. وهذا الهرمون كيتغير شويه المعدل ديالو في خلال الصيام، لانه عنده علاقه بالنظام الغذائي والنظام ديال النوم. هاد الهرمونات ديال الغده الدرقيه عندها واحد دور كبير في النظام الايضي ديال الجسم، يعني الميتابوليزم، كيفاش كنحرقوا السعرات الحراريه، في الدقات ديال القلب، على الوزن، على الجهاز الهضمي في حد ذاته، يعني هو تاثر على كل شيء. الخمول في الغده الدرقيه او الليبوتيرويديزم، هادشي كامل كيكون هابط، فحال اللي الطاقه ديالنا كتكون لا فابريكاسيون ديالها ناقصه شويه، كيكون الانسان كيعيا بزاف، كيتزاد الوزن ديالو، ما كيحرقش السعرات الحراريه بسهوله. وعلى خلاف هادشي النشاط، الفرط في النشاط ديال الغده الدرقيه ولا الليبرتيرويدي، كيكون كلشي هادشي طالع، كيكون واحد دقه القلب متسرعه اولا غير منضبطه، تقدر تجي الاسهال بزاف، الانخفاض في الوزن، وان جينيرال بحال اللي هاد الميتابوليزم ديالو كامل تيكون اكسيليري، كيكون متسرع. ومن بين الاضطرابات اللي هي شويوش كنخافوا منها هو التسمم الدرقي. التسمم الدرقي هو كاتشي كامل بواحد الطريقه اللي هي مجهده بزاف. الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الغده الدرقيه تيكون عندهم واحد العلاج، كسوا في ليبر او لا في ليبوتيرويدي. بشكل عام خاص الانسان يستشر مع الطبيب المعالج ديالو باش يعرف واش يخلي نفس الدواء او لا يزيدو، وكيفاش يفرقوا على ديك الساعات ديال الافطار. هنا ايضا اذا كانت الحاله مستقره وكنقدروا نضبطوها بالعلاج، ما كان حتى شي مشكل، الانسان يقدر يصوم ويقدر يتبع نظام ديالو العادي. الا كانت شي اضطرابات او لا شي تسمم درقي، خاص الطبيب هو اللي يعرف شنو يعطيه كادويه، واش يصوم او لا ما يصومش. اللي تيوقع في رمضان هو ان الناس اللي كياخذوا ليفوتيروكسين مثلا، اللي هي الناس اللي عندهم ليبوتيرويدي، ليفوتيروكسين كتخاد على معده فارغه عن طريق الفم. فهاد الحاله بالضبط خاص الانسان يستشر مع الطبيب ديالو باش يعرف شنو هو الوقت المناسب باش ياخذ ليفوتيروكسين. ليفوتيروكسين عاود كتاثر عليها يمكن الماكله اللي كناكلو، اولا الادويه الاخرى بحال المضادات الحيويه، لي زانتيبيوتيك، مستخلصات الكالسيوم، الحاجات اللي فيهم الصودا، الحاجات اللي فيهم اليود، تي كامل يقدر ياثر على يا اما الهرمونات اللي تنفرزو حنايا اولا الدواء اللي كناخذو. الانسان خاصو يحترم مواعيد النوم، لان من بين الحوايج اللي كيخلقوا اضطرابات في هاد الغده الدرقيه هما مواعيد النوم. الصيام بشكل عام عنده واحد التاثير على هاد الجهاز ديال الهرمونات ديال الغده الدرقيه. اتضح ان خلال الصيام كتنقص شويه الافرازات ديال الهرمونات الدرقيه تي 4 سورتو و تي اس اش. لذلك فالناس اللي كياخذوا ليفوتيروكس خاصهم يستشيروا مع الطبيب ديالهم. في بعض الحالات مثلا النساء او اللي كبار في السن كنقدروا نزيدوا شويه من لا دوز ديال الدواء اللي كياخذوا باش يلاه نتقادوا مع النظام العادي، وباش نعرفوا ايضا كيفاش ياخذوا، واش مع الافطار او لا مور العشاء.
باش يكون هذاك الليفوتيروكس عنده تاثير مزيان ويغطي لنا الاحتياجات ديالنا في هذاك الهرمون ديال الغده الدرقيه اللي ناقص. اما الناس اللي عندهم فرط في النشاط ديال الغده الدرقيه ليبرتيرويدي اللي كياخذوا الكاربيمازول مثلا على حسب شحال ديال الجرعات كياخذوا في النهار خاصهم يستشروا مع الطبيب ديالهم باش يعرفوا كيفاش ياخذوهم بين الفطور والسحور. كان كياخذ مره جوج اولا ثلاث مرات في النهار على حسب اين مرض عندهم. ليبر ماشي بحال ليبو. نظام غذائي متوازن هذه هي خاص يحترم كل شيء. فاش كيكونوا شي مواد اللي هي دخيله شويه على التغذيه ديالنا اولا في الموضه خاص الواحد يستشير مع الطبيب ديالو. مثلا مؤخرا بزاف ناس كياخذوا لاسبيرولين. لاسبيرولين اللي هي واحد لالغ غنيه بالفيتامين ومزيانه للمناعه. الناس اللي عندهم غده درقيه خاصهم يحضوا ما ياخذوش اي حاجه لان ما كتجيش مع الامراض ديال الغده الدرقيه.